دوايها حسوني حسوني. وهناك صافرة وضرب حرة، صافرة وضرب حرة. صبحي يعيد عملية تنظيم الصفوف في منطقة الوسط صبحي سليمان بدخوله من خلال التبديل الذي أجراه محمد اليماني، وهو التبديل الأول في يد المباراة وفي الفيصلي أيضا. نشأت هذه الكرة، محارم يحاول والعوضات في الجهة المقابلة، العوضات في الجهة اليمنى، بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، وداخل منطقة الجزاء فرصة كانت للفيصلي. والمتابعة وعملية الإبعاد، عادل أبو هضيب، عادل في هجوم مرتد سريع، عادل أبو هضيب ومعه بدران شقران، بدران بينية بين المدافعين، بدران وهناك فرملي وبطاقة صفراء على محمد خميس، على صافرة على محمد خميس. حاول قطع الكرة وخارج منطقة الجزاء، ضربة حرة لمصلحة الرمثة، لمصلحة بدران شقران، سلامات لبدران. سنشاهد هذه الكرة بالعرض البطيء، كان هناك هجوم مرتد سريع بعد الكرة التي هدرها قصي أبو علي داخل منطقة الجزاء، لم ينجح فيها قصي في هذه الكرة، لكن كانت هجوم سريع من خلال عادل أبو هضيب إلى بدران الشقران، سلامات لبدران. هذه الكرة بالعرض البطيء كما نشاهد، إذا كانت عملية الفرمل على الكرة، وهذه الصافرة، وهناك أكثر من لاعب من لاعبي الفيصلي، لكن تقدير الحكم بضربة حرة لمصلحة الرمثة. عيسى، عيسى وهناك عادل الأقرب إلى هذه الكرة، من سيقوم بالتصويب؟ هناك خمسة لاعبين إلى ستة من الحائط البشري في صفوف الفيصلي، ولؤي يعطي التوجيهات للحائط البشري. إذا عزايزي وداهود أبو القاسم، داهود، داهود يصوب لكن تصطدم في الدفاع، تعود إلى الفيصلي من جديد في هجوم عدنان عوض، وتعود إلى السقار، السقار من اللمس الأولى، السقار من اللمس الأولى يهيئ الكرة باتجاه رامي سمارة، رامي رقم 14 ومعه هيثم شبول أيضا رقم 14، تتحول إلى ضربة مرمى.